أهلا وسهلا إلى ملاكا. برج تامن جساري. وما هي الأماكن المشهورة الأخرى في ملاكا يا صديقتي؟ برج تامر ساري من أشهر الأماكن في ملاكا. هل يزور السياح الأجانب هذا المكان؟ نعم، يزور أيضاً السياح الأجانب هذا المكان غالباً. هل يمكن أن أصعد هذا البرج؟ طبعاً، هيا نصعد معاً. نستطيع أن نشاهد مناظر مضيق ملاكا. يا سلام، ما أجمل مناظر! أريد أن أزور ملاكا مرة أخرى في المستقبل. وأنا أيضاً.